الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وقد بوب شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد بهذه الآية على باب المحبة. والمحبة يا أخواننا هي من العبادات، المحبة والرجاء والخوف والاستغاثة والخشية والنذر، كل هذه من العبادات العظيمة التي يتقرب بها المؤمن إلى ربه تبارك وتعالى. والمحبة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذه الآية هي محبة العبادة، وهي تدعو إلى التعظيم والإجلال، ونتيجتها طاعة الله عز وجل في أوامره والانتهاء عن نواهيه، هذه نتيجة هذه العبادة. والإنسان يحب الله سبحانه وتعالى لأسباب كثيرة. أولا، لأن الله سبحانه وتعالى اتصف بصفات الكمال ونعوت الجلال التي تدعو العاقل، العبد العاقل، إلى محبة الله تبارك وتعالى، محبة لا تعدلها محبة في قلب هذا العبد. ربنا سبحانه وتعالى عنده من الأسماء الحسنى والصفات العلى ما تدعو الإنسان إلى محبة الله تبارك وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يد الله، وفي لفظ في البخاري نفسه: يمين الله ملأى سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ أن خلق السماوات والأرض، فإنه لم يغض مما عند الله شيئا. النبي عليه الصلاة والسلام دارب إليك شيء من صفات الخالق الباري تبارك وتعالى، قال لك: الكون ده الأوجد من العدم، منه أوجد ربنا سبحانه وتعالى، والمخلوقات الموجودة في الكون الأوجد من؟ أوجدها الله سبحانه وتعالى. ومن يكفي هذه الخلائق حوائجها؟ اللي بيكفي المخلوقات دي في حوائج منه؟ ربنا سبحانه وتعالى. وكم أنفق الله سبحانه وتعالى إنفاقا عظيما لا يحصى ولا يعد ولا يخطر على قلب المخلوق على هذه المخلوقات. شاكد النبي صلى الله عليه وسلم قال لك: يمين الله سحاء، وده من أعظم الكرم ومن أعظم النفقة. قال: سحاء الليل والنهار، مش في وقت معين، يعني هسي مثلا المخلوقين تلقى زول بتاع خير، زول ما شاء الله ربنا اداه قروش، بتلقاه اما يكون عنده خزان او ناس بتولوا عمل الخير، واما تلقاه انسان عنده اوقات معينه بتلاقيه فوقه، يقول لك: لو عندك موضوع معين، عندك مريض عمليه ولا كده، امشي لفلان يوم الثلاث، تلقاه في السوق او في البيت، ان شاء الله بيقيف معاك. وده نحن عارفينه في الحلة أو في البلد، إنه زول جاء وما بيرجع فاضي،
لكن لو جيت يوم الأربع ما فاضي لك. ده مخلوق ودي صفة مدح ولا ما صفة مدح؟ ده زول كويس مش؟ أسيدي أنت لو لقيته نص ثانية بس مش كويس؟ فهمت؟ كثير من الناس محتاجين، دي كويسة. وده المخلوق، شوف رب العالمين سبحانه وتعالى الإنفاق بتاعه بالليل والنهار. أنت ما بقولوا لك اصبر يوم الأربع، حصل يوم دعيت الله قال لك ما تدعو في اليوم ده؟ ها؟ ربنا سبحانه وتعالى يجيبك ويعطيك وينفق عليك الليل والنهار، مش أنت براك، المخلوقات كلها. شوف البهائم، شوف النمل، شوف النحل، وكلها ربنا سبحانه وتعالى جعل آيات وسخر لها من الأكل ومن الطعام، زي ما قال موسى عليه السلام لما سأله فرعون عليه لعنة الله، قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأنبتنا به فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. فهمت؟ وبداية الآيات قال له والذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ربنا سبحانه وتعالى، النمل دي عنده أكل براو، الضبان عنده أكل براو. أنت عارف العلماء كما ذكر ابن قتيبة الدينوري في كتابه تأويل مختلف الحديث، كان بيرد على عواليق زي الترابي، زي الشفاطة بتاعنا الترابي، من بدري رد عليهم، لأنه لما جاء حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء، وفي رواية للنسائي قال وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. وطبعا ده من علم الغيب، لأن الضبانة دي ما بنقدر نتفاهم معها، بنقدر عشان تعرف تنفي ولا تصدق، ما عندك إلا عن طريق الوحي، عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام. جاء الترابي وقبال الترابي في ناس قدام، لأنه في مجموعة من الصعاليق دارين يهدموا الإسلام في عقول كثير من المسلمين، يجي يقول لك لا لابد من التجربة. يا زول يجربوا، إن شاء الله يجربوا فيك كارو، يجربوا شنيا مجنون. النبي صلى الله عليه وسلم قال لك في دا هنا وهناك في دواء، تيت أقول لي تجرب؟ أنا دار أبيع لك عجلة؟ ده ديني يا زول، ده وحي. ربنا قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. عرفت؟ فديل بيقوا يتفلسفوا. الترابي قال أنا أصدق كلام الطبيب النصراني الكافر ولا أصدق كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. ده الترابي المجرم، فهمت؟ لغاية ما قاموا عليه ونجموه. الترابي قال ما ممكن يا أخواننا ضبانة، أنا ما دار أجيك للموضوع، قال ما ممكن يا أخواننا ضبانة، عشان أوريك عظيم خلق الله سبحانه وتعالى، قال ما ممكن ضبانة تكون فقيهة وفاهمة في الطب تجي خاشة وتكون حسودة تدخل الجناح فيه والداء. وده زول بليد. ربنا سبحانه وتعالى خلق كده، زي ما ربنا خلق ناس طيبين بيعملوا الخير وخلق ناس زيك يا الترابي نفس الشغلة. فهمت؟ وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين زي عينة التراب. فالعلماء زي ابن قتيبة ردوا عليهم، قالوا في حاجات في مخلوقات كثيرة الناس ما بيعرفوا عنا إن عاقلة إلا عن طريق الوحي. وطبعا دار يجي يطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك لا طبعا السنة دي ما ممكن يكون الحديث ده، لأنه أنا وزنته مع العقل ما جاء، مش هو ما جاء الحديث، عقلك ما جاء. ربنا قال في سورة النمل حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. العلماء قالوا في الآية دي النملة دي تكلمت بعشر أنواع من أنواع البلاغة. والله تجيب أستاذ بتاع لغة عربية اثنين ما يمرق لك. فهمت؟ عشر أنواع. دي قالت كلية التربية جامعة الخرطوم، ولا كان بتحفظ ألفية ابن مالك؟ دي النملة دي كان بتقرأ جرومية وكذا؟ إذا أنت مجنون ولا شنو؟ إلا تكفر بالقرآن عشان ما تقول لي لا ده حديث لا ده آيات، رأيك شنو؟ فابن قتيبة قال رد عليهم على النوعيات الزي دي، قال لهم النملة إذا خافت
على الحبة بتاعتها حبة العيش إنها تعفن بتمرق في ضوء القمر. المعلومة دي لاقتك؟ دي قرى الطب الخرطوم المعلومة دي؟ أسي لو كان ده واحد تابع للترابي كان مرق في الشمس يبسد، فهمت؟ دي عشان ما تعفن بتمرق في ضوء القمر، بعد ذاك تاني بتدخلها جوا. وإذا خافت على إنها تنبت بتقوم الراس الفوق ده النملة بتقطعه عشان ما يقوم. شوف عشان كده قال لك الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ربنا سبحانه وتعالى الكلب، ابن قتيبة قال لك الكلب إذا عضته عقرب يأكل سعترا جبليا. تعرف السعتر يا ترابي؟ ما بتعرف السعتر، وحاجات كثيرة جدا، فهمت؟ حاجات كثيرة. الكديسة دي إذا طقتها عقرب تديها لحسة تاني ما بيسوي لها حاجة. دي كلها تدلك على عظيم قدرة الله وعلى صفات الله، فتدعوك إلى محبة الله جل وعلا، وتعلم يقينا أن الله سبحانه وتعالى إذا لم يتولى أمرك فأنك هالك لا محالة، والله الذي لا إله غيره. ده يخليك إنك تحب ربنا سبحانه وتعالى. أنا ممكن أحب زول مثلا من أهل الدنيا، لكن ما المحبة شركية زي محبة الله سبحانه وتعالى. ممكن تحب والدينك حاجة طبيعية موجودة في قلبك، لكن ما بتعظمهم كتعظيم الله، ولا تخاف منهم كخوفك من الله، ولا تحبهم كمحبة الله. لكن للأسف الشديد في مخلوقين من البشر بيجوا يحبوا ناس ويحبوا مخلوقات مثل محبتهم لله. عشان كده ربنا قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. مجرد ما انت صرفت عبادة من العبادات لبشر أو لجن أو لصالح أو لقبر أو لفكي، فهمت؟ أو زعمت أو ظنيت أو اعتقدت إنه بيعلم الغيب أو بينزل الأمطار، فأنت قد جعلت لله شريكا وجعلت لله ندا ووقعت في الشرك الأكبر المخرج عن الملة. فربنا قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. العلماء قالوا يحبونهم كحب الله، أي يحبون هذه الأنداد كمحبة المؤمنين لله، فهمت؟ ربنا قال والذين آمنوا أشد حبا لله، لأن محبة المؤمنين لله محبة خالصة، محبة المؤمنين لربنا سبحانه وتعالى خالصة. أما محبة هؤلاء المشركين لله فمحبة فيها شرك، زي ما ذا قال أملانا محبة ورشنا رش، كويس؟ ولصاحب القبة أنا قلبي عنده له محبة. تلقاهم ناس ما بيرضى في الشيخ، مما يسمع سيرة الشيخ الدرويش تلقاه قالب هوبا. انت ما شفت المقطع اللي جابوه في النت داك؟ درويش بالله تقول فاكنه بنبله قاعد تحت، وديلك شغالين في القصايد، قصايد ورطت مجموعه من الامم لا يعلم عددها الا الله، والله مجموعه من الناس بالقصيد بس. زول تلقاه بيسمع القران كاملا والاذاعات شغاله جنبه، تلقاه ما بيتاثر، وعادي ممكن يكذب جوا ويسمع في القران، وذاته ممكن يكون مشغل لك القران، وبتلقى بعد مرات محل بتاع تنباك برضه مشغل قران، فهمت؟ ما بيتاثر، لكن مما يسمع القصيده يقول لك يا سلام يا ليلى ليلك جكن، اوه يبكي. يا زلمه انت عارف ده بيتكلم عن شنو؟ يا ليلى ليلك جكن. الزول ده بيتكلم عن الله سبحانه وتعالى. الصوفيه قال وقد اطلقوا، الصوفيه يعني، اسماء على الذات الالهيه كدعد ولبنى وليلى وسلمى. لما تلقى صوفي بيقول يا ليلى يا ليلى، ما يعني ما عنده وحده بيجاي دار يمشي وعيده، لا، ده بيتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى، وهذا من الالحاد، فهمت؟ فواحد داك شغال بالقصايد، داك جا طاير من تحت، اوك داري ينط في الدرويش، داري يبين فوقه، اوك الدرويش داق منه جدع بغادي، وقع بغادي هوس. واحد تلقاه يحب الشيخ لغايه ما يسجد للشيخ،
والشيخ تلقاه قاعد ومتكيف زي الطاغوت الهلق ده، الجيل بتاع طابت، الجماعة تلقاهم قاعدين ويسجدوا له سجود عديل، سجود عديل، يسجد للفكي وللطاغوت، وداك تلقاه فرحان ما تندل زي الدولاب الستة ضلف وما ادي يدينه للناس، وأوسخ يد على وجه الأرض، فهمت؟ ما اديها للناس يبوسوا فوقها، ها؟ وده المعتقدين انه ولي، وناس تلقاهم بيحبوا فوقه، واحد ما راضي فيه كلمة، فهمت؟ ما راضي فيه كلمة، خلتهم يقولوا الكلام ده، يحب الشيخ محبة شديدة، محبة ذاته غريبة مرة واحد، كويس؟ خلته يقول الولي البرعي جاب قصيدة بدري قبل ما يهلك، قال عند الله وعندك، عند الله وعندك سر القوم يبني وقيع الله. الجماعة قال لك كيف تعمل الواو تقرن بين الله وبين شيخك وقيع الله أبوه، وقيع الله أبوه، قام قال عندك وعند الله سر القوم يا ابن وقيع الله الطاهر زندك. لما قال له لا تقرن اسم الله مع اسم أبوك، قام قدم اسم أبوه على اسم الله، ما هو في البداية قدم اسم الله لكن قام قرن بالواو. لما عاتبوا وردوا عليه في الكلام ده قام جاب اسم أبوه أول، قال عندك وعند الله. عشان كده البرعي قال ألا يا رجال الغيب أنتم حصوننا فما زال مسبولا على الناس ستركم، لأنه دي المحبة الشركية ذاته. أيلحقني ضيم وأنتم حمايتي وألهث عطشانا، شوف الزول ده بتوسل بهم كيف وبتدهنس للناس الميتين كيف، وألهث عطشانا وقد فاض بحركم فحاشا وحاشا أن تضيع عيالكم وأنتم عيال الله والأمر أمركم إذا شئتم شاء الإله وأنكم تشاءون ما قد شاء لله دركم. قال الله حاجة بيشاء انتو ذاتكم بتشاؤوها، ده كتاب رياض الجنة ونور الدجنة. يقدر يناقش في الموضوع ده صوفي، دكتور ما دكتور، شيخ طريقة ما شيخ طريقة، تقدر تناقش في الموضوع ده وتناظر فوقه وتستدل على هذا الضلال وهذا الباطل. قال أستاذك يا فقير، ما داير ربيك على الوسخ ده، أستاذك يا فقير كون عنده ذليل حقير، تكون ذليل عند الشيخ، أصد التصوف كده، لو داير تبقى صوفي تنزع الإنسانية والعقل والشرف والرجولة حقتك وتجدعها في المركوب برا هناك، حتى بعد ذاك تبقى صوفي زي الناس. قال أستاذك يا فقير كون عنده ذليل حقير، تبقى حقير عند الشيخ. وربنا قال ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، لكن الزول اللي بيمرق من الشريعة بيبقى بهيمة. ربنا سبحانه وتعالى قال عن صفة عباد الله المؤمنين، قال أعزة أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، ده المؤمن مش تبقي زول تبعك تبقيه حقير. قال كون عنده ذليل حقير ليه أتبعك الصغير، بس تمشي ورا الشيخ زي الشافع اللي قالوا لا رح نشتري لك حاجة من الدكان، تجي جاري ورا الشيخ بس بوس الكراع تبوس الكراع، فهمت؟ نط فوق تنط فوق، أقلب العصيدة تقلب العصيدة، أبقى مقدم 40 سنة تبقى مقدم 40 سنة. في واحدين الشيخ لو ما قال له عرس ما بعرس، والله جد يا زول أنا الكتاوت بتاعتي مربوطة مع الشيخ، تموهوم ولا شنو؟ أي زول كمبيوتر وبراو أنا دار عرس يا زول التموهوم، تقول لي يا شيخ يا أخ درجات عجيبة. في كتاب سراج السالكين قال لك لو شفت الشيخ بيزني بالبهايم أوعك تفتح خشمك، دي المحبة الحقيقية عندهم، والله جد. قال لك أنت حتى لو توضيت ما تقعد في مصلاية الشيخ، ها؟ الشيخ لو أنت على جنابه ما تقعد معاه. يا ناس الحاصل شنو يا ناس؟ الشيخ ده بقى جامع من الجوامع، بقى مسجد، كويس؟ قال لك أتبعك الصغير لا تميل أبدا لغير، وكمان لما تبقى قادري أوعك تمرك تبقى تجاني، ولو بقيت تجاني أوعك تبقى ختمي، ولو بقيت ختمي أوعك تبقى سماني، ولو بقيت سماني أوعك تبقى ريكيني، ولو بقيت ريكيني أوعك تبقى طريقة عجلاتية، ولا تبقى مكاشفية، ولا تبقى تشيكسية، ما تبقى، تكون بس مع الشيخ بس، ضنب للشيخ وأسوأ من الضنب.
فهمت؟ قال لا تميل ابدا لغير. ليه؟ واخدم من دون ايجار. اصل الموضوع كله في النهايه بيرجع لهنا، تخدم الشيخ تقول لها الشيخ اليوميه يقول لك وين يا زول؟ انت ما سمعت ابوك الشيخ قال شنو؟ عديل عليك يا 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 اسمه شنو يا مبروك، عديله اديكم هوا وانت في النهايه ما بتلقى حاجه. قال لك ليه؟ واخدم من غير ايجار او عاك من الكجار ومعاملة التجار، يعني ما تقدم له خدمة وانت داير مقابل. فهمت يا اخ؟ واحد من الشباب بيكلمني، زول ممتاز جدا شغال كهرباء في الجبل هنا، الفكي عربيته خسرانة، وده ذاته ما انت قلت بتتصرف في الكون كده يتصرف في العربية دي. قال بعد صلحت له العربية؟ قال لها داير الفاتحة ولا داير الدنيا؟ قال لها داير الدنيا. زول نجيب جدا، فهمت؟ انا مالي ومالك يا زول، الفاتحة دي ما كان تصلح بها العربية انت، كان تدي المكنة دي تديها اتنين كوم هوا عشان تدور لك. ناس مستعبلين ومجرمين. اسوأ من ده، قال في كربك انده تنده الفكي، تبقى مشرك وكافر، تمرك برا الدين تنادي الفكي. وربنا سبحانه وتعالى قال امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض أإله مع الله. يا برعي ويا ركيني ويا كباشي ويا ياقوت ويا حامد دابكر ويا خنجر ويا غير من العواليق والضلال، هل في إله مع الله يجيبك ويغيثك؟ عشان كده ربنا قال ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. يقول لك من واجبات الشيخ على المريد يقطع الصراط. المسكين ده ماسك الوريد لغاية ما يمشي يوم القيامة يفتش في الفكي عشان يقطع الصراط يوم القيامة. الفكي بيقوم بيتبرى منك ويورطك في الدنيا، أكل قروشك وفي الآخرة تورطة. من أغرب العجائب في كتاب التجانية قال إنه الزول اللي بيخش في الطريقة التجانية ينجي يوم القيامة، ولو ما نجى يلاقيني قدام الله. وانا انا مالي ومال الورطه دي من البدايه؟ اسيدي مش ورطه؟ ها؟ دي ما ورطه؟ ده هو الساكت. انا في النهايه بتابع الرسول عليه الصلاه والسلام، بنجو امام الله، ما داري لي تجانيه ولا غيره. لكن الزول المسكين يقول لك لا انتو ده كلام ساكت، بعدين بيتبرى منك الفكيه وتقعد تتلفت ساكت. فهمت؟ وتضيع اخرتك وما تكون كسبت شيئا غير الضلال والدخول في النار. الآيات دي فيها فوائد عظيمة، إن شاء الله نقف معها في حلقات أخرى. أقدم الشيخ أبو بكر.